أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك في هذا النقل المباشر من داخل مخيم أبو صلاح في أبو عسكر في منطقة المنيا، مخيم للنازحين السوريين. رح نعمل جولة داخل هذا المخيم خصوصا بأوضاع، لنشوف يعني ولا نطلع على أوضاع العاصفة، أوضاع النازحين وسط العاصفة اللي عم تضرب لبنان. العاصفة جويس صح وصلت لختامها، ولكن المخيمات تقريبا أصبحت سماء وماء بفعل الأمطار الغزيرة يلي عم توصل. ما فينا ننسى طبعا المخيمات يلي موجودة على المرتفعات كمخيم عرسال، مخيمات منطقة عرسال يلي وصلتها الثلوج، وبالتالي المأساة يلي عم بيعانوها النازحين السوريين جدا صعبة وجدا قاسية، خصوصا بالأوضاع المادية اللي عم بيمر فيها لبنان، كون يعني هذا الشيء منع مساعدات كبيرة انها توصل لهم بفعل الضائقة المادية يلي عم نوصل وصلت للبنان. عبر عدسة الزميل مهدي فتاح رح نعمل جولة داخل المخيم لنشوف يعني الاوضاع يلي عم بيعانوا منها خصوصا بالعاصفه. يعني مشاهدينا مثل ما عم نلاحظ الارضيه داخل المخيم بين كل الخيم تقريبا يعني عم بتكون عباره عن برك للمياه، وبالتالي هذا الشيء يعني مأساوي. في هون احدى الخيم نعم كانوا طايفين من المي، الرقارات عم ترجع عليهم، رقارات اللي هي للصرف الصحي، للصرف الصحي عم ترجع عليهم. طافوا الجماعه، ما شوف ثيابهم لباسهم كلهم طافوهم شروا. هيدي خيمه فيها عائله ولا كم عائله؟ فيها عائله. كم خيمه في هيدا المخيم؟ في بحدود ال 40 خيمه تقريبا. في 40 خيمه تقريبا، كل خيمه فيها عائله وحده يعني؟ في عائله وفي عائلتين، في ثلاث عيال من المخيم اللي احترق كمان لجوا لهون. اسا ما المخيم اللي احترق بالمنيا، كم عائله منه اجت لهون؟ في شيء 15 عائله. يعني عم نحكي نحن هون حوالي ال 60 عائله تقريبا. نعم. عم بتعيش داخل هيدا المخيم. مهدي اذا فينا شوي نمشي بالمخيم ونطلع اكثر على يعني ظروف العائلات داخل الخيم. في مواد للتدفئة، في مواد للتدفئة داخل الخيم، عم بيكون في صواب، عم بيكون في دفايات. والله استاذ عم نجيب، لكن شو بدنا نعمل؟ ايش بدنا نعمل يعني؟ بدنا نجيب، عم نتدين وعم نجيب. في هون عيلة في ابنهم عندهم ثلاث اولاد، في منهم توم مريض، في عندهم ابنهم الكبير كمان صار يومين بيودوه على المشفى، بيروحوا بجيبوه على المشفى، وكمان طافوا عم يطوفوا عليهم المية من تحت. في العيلة يعني فينا نشوف، فيك تشوفهم كمان إذا بدك. نشوفهم. طيب هلا يعني عم نشوف كمان مشاهدينا الريجار يلي موجود هو على باب الخيم، وبالتالي هذا الشيء يلي عم بيسبب اكثر عم بيسبب اكثر يعني فوضى بوقت عم بيطوف بحكم المياه او الامطار اللي عم تدفق بشكل كبير. رح ندخل لاحدى الخيم الموجوده. مهدي فوت يا جماعه، عرناهم فرش من الجيران، تعرف عرناهم فرش إعارة ليزبطوا وضعهم، كان داخل عليهم المية من تحت من هون، طاف عليهم من تحت من الخفان، بس عرناهم الفرش. كم ولد بهيدي الخيمة مدام؟ إذا فينا نحكي معك، فينا نحكي معك؟ أربع أولاد. هدول أولادك؟ أربع أولاد؟ إيه هدول. قد إيه أعمارهم؟ التوأم سنتين، والبنت الكبيرة سبعة، وهذا خمسة ونص. عم بي حدا عم يمرض منهم بالعاصفة بالبرد؟ اثنين التوأم معهم ربو، وهذا معه يرقان، والبنت كمان معه ريقان. الريقان ما بيعدي؟ بلا، كيف ما بيعدي، بس اكلوا لحاله وشربوا لحال هلا. والحمد لله مشينا وضعه، بس والله الحال ضعيف كمان مثل ما بتعرفوا. هيدي هي الموجوده بالخيم، بس ما هدي فينا ناخذ الصوره من الداخل اذا ممكن. ما عند فرش او اي شيء للنوم، للباس، للتدفئه؟ هي عرناهم من الجيران لنمشي حالنا لبين ما ننشف الفرش اللي راحوا بالماء. طافت عليكم من اول شتوي يعني؟ انه كل يوم بتطوف، كل يوم بتطوف علينا من تحت. هلا شغله الصوبيا اتدينت من هون ومن هون، تجيب بمازوت تنشف الفرش تفينا نقعد عليه. ما بعرف يعني الاوضاع مشاهدينا الكرام مأساويه بالمخيم يلي متواجدين فيه. عدد الاطفال كبير جدا، وبالتالي الامراض بين هيدي الاطفال عم تنتشر بشكل سريع بفعل غياب الرعايه الصحيه، بفعل الاوضاع الصعبه كمان والماديه يلي عم بيعانوا منها النازحين ايضا داخل هيدا المخيم. خبرني يعني كنا عم نحكي نحن عن الاوضاع الصعبه، عم تجي جمعيات تقدم لهيدا المخيم مساعدات؟ عم تشوفوا فرش، ادوات للتدفئه، مازوت او اي شيء؟ ما اجى
شيء، ما جاي شيء من شي شهر تقريبا. اجوا جابونا كل البراكيه قنينتين مازوت من جمعيه ملهم، بس ما حدا جانا ولا حد بين علينا. صار تقريبا شي شهر شهر ونص ما شفنا حد من اول ما تسكر البلد. ما جميع المخيمات او اكثر شيء هذا المخيم؟ احنا هون بالمخيم هذا ما فينا نطلع، تعرف حجر ما حجر، بس على الكل بعرف المخيمين بجنبنا ما اجاهم اي شيء كمان مخيم، لانه بتعرف حجر ما كان فينا نطلع ولا نسال ولا شيء، بس بعرف انه ما في شيء، ما اجى لا مخيمنا ولا مخيم فيصل ولا مخيم ابو عبير، ما اجاهم اي شيء. شكرا لك. يعني مشاهدينا رح نستمر بهيدي الجوله شوي. بما انك طلعتي هلا، شو اكثر شيء عينيتي طافت خيمتك بالعاصفه؟ الغراض يلي عندك، كم ولد عايشين هون؟ الغراض يلي عندك تبللوا طافوا؟ ما عندي الا ولد واحد. ولد واحد. عم تقدري تدفيه؟ عندك مواد للتدفئه؟ والله صوبة خشب. دفاية خشب. طيب شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما عم تشوفوا عبر عدسة الزميل مهدي فتاح، يعني للأسف تقريبا الرجارات منتشرة بين الخيم، وبالتالي هيدا الشيء اللي عم بتسببه العاصفة بعودة هيدي المياه يلي عم تنزل من السماء انها ترجع تطلع، بالإضافة للأمطار وكمية الأمطار الكبيرة يلي عم تهطل عم تدخل على هيدي الخيم، ومعاناة صعبة جدا عم بيعانوها النازحين السوريين داخل المخيمات اللبنانية دون وجود أي مساعدة من قبل طبعا الدولة اللبنانية و طبعا الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية. مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، شكرا لحسن المتابعة، الشكر للزميل مهدي فتاح على نقل الصورة. تابعوا كل أخبار وبرامج صوت بيروت انترناشونال عبر الموقع الإلكتروني صوت بيروت.com. إلى اللقاء.